أهلا بكم أيها الأحباء في كنيسة القديس أثناسيوس الإلكترونية. موعدنا اليوم بنعمة المسيح هو مع خدمة المسيح الشافي. احنا قطعنا شوط كبير في التعليم، اتعلمنا واتنقلنا من فكرة انه اذكرني في صلاتك او قل له يصلي لي، الى الفهم ان خدمة المسيح الشافي هي سلم واستلم، واللي احنا بنعمله هو انه في عملية ومهمة نقل وتسليم. ليه؟ مش هنقول بقى لقوة الشفاء، لا، هنقول للمسيح الشافي نفسه. دلوقتي احنا ابتدينا خدمة المسيح الشافي بانه ان انا اللي كنت بصلي وحضراتكم اللي بتستقبلوا الصلاة، وبعدين اتنقلنا في التعليم وقلنا انه النعمة والعطية مش مرهونة بشخص ولكنها متوقفة على الكنيسة الجماعة. يبقى انا ابتديت بنفسي علشان أقدم مثال ونموذج، برضو تاني علشان أنت وأنتي تتحول من متفرج ومشاهد إلى مشارك. يبقى ما بقيتش بقى أنا الواحد اللي بصلي، أهو بقينا جماعة، بقى فيه نفوس أخرى قادرة تصلي. طيب يبقى بقى فيه جماعة بتتشارك في الصلاة و في انها تقدم المسيح الشافي للاخرين. طيب دلوقتي هل انا عشان اقدر اشارك معاك في الصلاة كل الدور اللي مطلوب مني ان اقعد اقول يا رب اشفي العيانين، اشفي المرضى؟ مش دي خدمة المسيح الشافي انها اقول يا رب اشفي المرضى. امال خدمة المسيح الشافي ايه؟ ان انا اسلم المسيح الشافي. انا دلوقتي هسلم المسيح الشافي ازاي وانا ما استلمتهوش؟ يبقى السؤال اللي قبليه كيف، مش بقى استلم، لا انا مفروض بكلم مؤمنين استلموا المسيح، لا، كيف امتلئ من المسيح حتى استطيع ان انقله للاخرين؟ كلما امتلأت من محبة الله، كلما ثبت في محبة الله، الله محب، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. يبقى كل ما تثبت في المحبة كل ما تثبت في الله، وكل ما تثبت في المحبة كل ما المحبة تثبت فيك. يعني لما انت تمتلي من المحبة والمحبة تثبت فيك، يعني بتمتلي من المسيح، يعني بتمتلي من حضوره، يعني بتمتلي من حياته، يعني بيحل المسيح فيك. المفتاح ايه بقى؟ المحبة، ان تثبت في المحبة. كلمة المحبة هنا بقى في اتجاهين، اتجاه محبة الله ان قلبك يتجه اليه بالمحبة، وده يتبرهن ازاي؟ بمحبة القريب. فاذا لو انت ثبت في المحبة للاخرين بحياة مستمرة بالثبوت في المحبة، فانت ستمتلئ من محبة الله. تمتلئ من محبة الله يعني انت تمتلئ من محبة المسيح، يعني تمتلئ من حضور المسيح. الحب هذا والامتلاء منه هذا والثبات فيه هذا هو اللي هيمكنني اني اقدر انقله للاخرين. انقل مين؟ انقل المسيح. انقله ازاي؟ بالمحبة برضه. فاذا هذا بقى عمل روح القدس، ان اقدر بالمحبة انقل المسيح، انقل محبة المسيح، انقل الحب اللي المسيح سكبه فيه، انقل الحياة اللي المسيح سكبها بالمحبة فيه، انقلها لغيري.
دلوقتي انا اقدر انقلها لغيري ازاي؟ دلوقتي انت لما بتحب ابنك، مراتك، اخوك، جوزك، الاخر اللي جنبك، ما انت بتحبه يعني ايه؟ يعني بتنقله المحبة. فالمحبة اللي فيك بيه اللي جواك دي لما تبقى محبة الله، يبقى انت لما بتحب مراتك يبقى انت بتنقلها محبة الله. طيب نطبق بقى من مراتك لابنك لصاحبك لجارك لتلميذك، يبقى انت وانت بتحبه وانت بتعيش معاه حياة المحبة وانت بتعيش معاه الحياة المسيحية، انت بتنقله المحبة، انت بتنقله المسيح. طيب دلوقتي بقى تعالى نتكلم عن الخدمة بقى. الموضوع بقى مش مجرد معاملات، لا، الموضوع بقى عمل شفاعي قوي زي ما احنا بنعمل دلوقتي. فاذا من خلال عمل المحبة وعمل الصلاة اللي بالمحبة، ما انا ما ينفعش اصلي لك وانقلك الا اذا كان الرب يملاني محبة ليك واتثقل بالمحبة الاخرين. ما انا بقول النموذج عليا عشان ده يطبق عليك. فاذا بهذا بقى بالعمل بقى الصلاة الشفاعية اقدر انقل المحبة هذه والشفاعة هذه للاخرين. انا ابتديت الكلام بالمسيح الشافي وموضوعنا قوة الشفاء من الامراض. بس احتياج الانسان واحتياج الخليقة مش بس شفاء من الامراض الجسدية، ده جزء أساسي ومهم ومواجهة حتمية إحنا في بصددها، ولكن الناس الإنسان محتاج شفاء من الجراح زي المرض، محتاج شفاء من الأحزان، محتاج شفاء من الهموم والمشاكل، أنواع كثيرة الإنسان محتاج أن يشفى منها. يبقى هل المسيح الذي يشفي من المرض ومن الأمراض المميتة هل يستطيع أن يشفي من الأحزان ومن الجراح ومن المشاكل؟ بالتأكيد نعم. يبقى احنا دلوقتي عايزين نحط النقط على الحروف ونقول إن ابن الله أظهر لكي ينقض أعمال إبليس. يبقى المرض، الموت، الأحزان، الجراح، المجاعة، الأوجاع، الألم مش من عند الله، أمال ده كله إيه؟ أعمال إبليس. طيب يبقى الشفاء، يبقى التحرير، يبقى الفرح، حلول المشاكل، دي أعمال الله. المواجهة هنا إذن هي بين أعمال إبليس اللي طفح بيها على الخليقة من خلال الشهوات ومن خلال الخطية ومن خلال الأنانية ومن خلال الخداعات الكثيرة ملا بيها وطفح بيها على البشرية. يجي بقى هنا دور بقى إيه؟ كنيسة المسيح، المسيح المستعلن في كنيسته، المسيح المستعلن في الأواني اللي اتهيأت عشان هو يعلن فيها. اهو بقى انا دلوقتي بوجه كلامي لمين؟ بوجه كلامي لأبناء الملكوت اللي جهزوا نفسهم وبيقدموا نفسهم علشان يبقوا أواني يستعلن المسيح فيها. تعليم اللي طول عمرنا بنسمعه اللي هو مبني على الفكرة اليهودية ان ربنا في السماء واحنا في الارض، واحنا بنصلي نقول له يا رب هو قاعد في السماء يرسل يمطر على الابرار والاشرار وبنفس الطريقة يرسل الاستجابات علينا. الكلام ده قبل المسيحية، قبل التجسد. دلوقتي ربنا بقى عمانوئيل، بقى في وسطنا. وسطنا ده مين؟ الكنيسة، الجماعة المقدسة. فبقى هو في وسطنا وبقى بيعلن نفسه للعالم بالكنيسة. الكنيسة بقى يعني مين؟ يعني كنيسة مين؟ لا، مش كنيسة مين ولا طايفة مين، يعني الجماعة المقدسة اللي تحمل المسيح للعالم. أنا بشجعك عشان تبقى واحد من هذه الجماعة، وبشجع كل واحد عنده
الاستعداد والتهيؤ أن يكون واحد من هذه الأواني. وبديك السكة اهو، السكة ايه؟ امتلي من محبة المسيح، بحيث انه كل من يسمع ويمتلي من محبة المسيح يخرج بهذا للعالم. مين العالم؟ الناس اللي حواليك. مين العالم؟ الظروف اللي حواليك. مين العالم؟ الشر اللي حواليك. انت مش محتاج تدور هو فين الشر عشان اواجهه، لانه الخطية محيطة بنا في بسهولة، والشر محيط بنا، وبقى بقى ان يحصل ايه؟ يحصل نقطة المواجهة بين المسيح وبين الشيطان. المواجهة دي بتحصل بمين؟ بالكنيسة. كنيسة اللي هي الأواني المقدسة اللي هيئت نفسها، اللي بطلب من الرب وبشجعك أن تكون أنت وغيرك أحد هذه الأواني التي تحمل المسيح للعالم. فإذا إحنا هنعمل إيه؟ أو إحنا بنعمل إيه في خدمة المسيح الشافي؟ أو إحنا هنعمل إيه في المواجهة؟ كلنا بقى، كل واحد في مكانه وكلنا مع بعض، نحن سنحمل المسيح إلى عالمنا، كل واحد في ما يحيط به. نحن سنحمل ونعلن المسيح ضد الشر اللي جاي علينا. جاي علينا بالمرض، يبقى احنا هنصلي ضد المرض. جاي علينا بالظلم، هنصلي ضد الظلم. جاي علينا بالوباء، هنصلي ضد الوباء. جاي علينا بالمجاعة والفقر، هنصلي ضد المجاعة والفقر. هنصلي ضد القتل، ضد أعمال إبليس. يبقى خليك فاكر المفتاح اهو، أن ابن الله أظهر لكي ينقض يهدم أعمال إبليس. ابن الله هيهدم أعمال إبليس بمين؟ بالأواني المقدسة، بيك، بالأواني التي تحمله، بالكنيسة. إذن هذا هو الدور بقى اللي صار واجبا علينا، مش بس واجب علينا. ما أنت لو ما أخدتش إعلان المسيح وخرجت فيه للعالم، لو قعدت ساكت، ما الشر هيطفى عليك وعلى أولادك وعلى ظروفك وعلى أكلك وعلى عيشتك. يعني إذا لم تهاجم أنت بالنور وبالمسيح وبالحياة اللي فيه الشر اللي إبليس جايبه عليك وعلى أسرتك وعلى كنيستك وعلى عيشتك، يا هو يطفى عليك، زي ما احنا بنشوف إيه اللي بيحصل حوالينا في العالم. يا إما أنت وأنا وشعب الرب اللي نخرج عليه بمحبة الله، فهو روح البغضة محبة الله بتبطله، هو روح الظلمة النور بيبطله، الحياة اللي في المسيح بتبطله. وهي دي بقى المواجهة اللي احنا بصددها، اللي واحدة من أشكال المواجهة دي هي مواجهتنا مع المرض. بس أنا حبيت النهاردة إن أوسع دائرة الفهم، بدل ما أبونا اللي بيصلي لنا، لا، كنيسة المسيح هي التي تصلي. وكل مرة، كل أسبوع، كل فرصة، يتزايد عدد الأواني اللي تحمل وتتثقل بحمل المسيح إلى العالم. والهدف بتاعنا هو إنه نمتلي من محبة الله ونمتلي من حضور المسيح فينا زي ما شرحت في البداية. وإذ نمتلئ من محبة الله ومن حضور المسيح فينا، نخرج بهذه الحياة إلى العالم المحيط بينا. اوعى تتصور إنه إحنا قليلين والعالم ضخم. ليه بقى؟ لأن أصل شمعة واحدة تستطيع أن تضيء الظلمة في مساحة عريضة. فلا تستهين بأن احنا قليلين ولا كتيرين، لأنه القوة مش في عددنا، القوة في النور بتاعه هو اللي قادر أنه يبدد الظلمة وقادر أنه ينتصر عليها. متأكدين أن المسيح الذي فينا أقوى من الموت ومن الشر الذي في العالم كله. الذي أبطل الموت بقيامته، الذي أنار الحياة والخلود، قوة الحياة، قوة الشفاء،
قوة الفكاك، قوة التحرير التي تفيض من سلطان اسم الرب يسوع المسيح، قوة شفاء، قوة حياة، قوة فكاك، يرسلها الآن روحك القدوس على عبيدك. قوة للشفاء باسم الرب يسوع المسيح، قوة شفاء بقوة غفران دم الرب يسوع المسيح، تنحل رباطات وروح المرض باسم الرب يسوع المسيح. محترقا مبادا يكون روح المرض، يطرح إلى خارج روح المرض بروح الرب القدوس. روح الله تعالى بالقوة الشافية على أجساد وأرواح ونفوس عبيدك طالبيك باسم الرب يسوع المسيح لمجد الآب والابن والروح القدس في المسيح يسوع آمين.